السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو. إن شاء الله بإذن الله غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس كيتسألوا عليه، اللي هو شنو هو التأثير ديال الذكاء الاصطناعي على التعليم العالي بالمغرب؟ واش هو مفيد بصح ولا فيه مخاطر على المستقبل ديال التعليم؟ كيفما كتعرفوا أن الذكاء الاصطناعي ولا كيبدل بزاف ديال القطاعات، ولكن الدور ديالو في التعليم باقي كيطرح بزاف ديال النقاش. إذا كنت طالب أو أستاذ جامعي ولا بغيتي تفهم هذا الموضوع أكثر، خليك معنا حتى الآخر ديال الفيديو باش تعرف الذكاء الصناعي شنو قادر يبدل في التعليم. كل شي عارف أن الذكاء الصناعي كيدير واحد الثورة في بزاف ديال المجالات في الحياة اليومية، ومن هذه المجالات التعليم العالي اللي ماشي استثناء. فمثلا كاين بزاف ديال المواقع بحال كورسيرا اي دي اكس كيخدموا بالذكاء الاصطناعي وكيعتمدوا على خوارزميات باش يعطوا دروس مخصصة على حسب السرعة والاحتياجات ديال كل طالب. كيعاون الطلاب يجاوبوا على الأسئلة ديالهم في المباشر عن طريق مثلا شات بوتس ولا المساعدين الافتراضيين ولا الخوارزميات اللي كتكون معقدة إلى حد ما اللي كتساهم في تطور هذه الخاصيات اللي كيعتمدوا عليها هاد المواقع. كنظن أن الجامعات المغربية لحد الآن مازال معتمدات بشكل نقدر نقول 100% الذكاء الاصطناعي، ولكن هي في طور يعني برمجة مثل هذه الأنظمة في المواقع ديالها ولا في التخصصات ديالها اللي كتعتمد عليها. كيف ما كتعرفوا أن الذكاء الاصطناعي يقدر يحلل الأداء ديال الطالب، وهذه دي الميزة اللي مميزة، يقدر يحلل الأداء ديال الطالب باش يقترح موارد أو طرق تعلم خاصة باش نقدروا نساهموا بسرعة في واحد الإشكالية اللي هي أننا نساعد الطالب اللي ما قادرش يواكب الدروس ولا اللي ما قادرش يتطور. كيف ما شفت واحد لا فيديو في واحد الدولة أنه كيقدروا مثلا طالب اللي حشمان ما باغيش ينوض السبورة ولا ما باغيش مثلا يجاوب على واحد السؤال، كيديروا عن طريق الذكاء الاصطناعي هو اللي كيختار داك الطالب، كيدير واحد كنسميوها في مجال التكنولوجيا كلاسيفيكاسيون باغ ايماج، كياخد هذاك الطالب اللي حشمان كيشوف هذوك لي كاركتر ديالو ولا اللي ما باغيش يجاوب هو اللي كيقترحوا باش ينوض السبور. هذا من بين الوسائل اللي كتقدر تساعد في الاداء ديال الطالب باش نساهموا في التعليم نوعا ما. من بين الفوائد ديال الذكاء الصناعي هو التعلم الشخصي. فاش كنا كنقراو كاملين نفس الدروس بنفس الطريقه، ما كانش كنا كنقراو بطريقه كلاسيكيه، ما كانش الذكاء الاصطناعي بهذه القوه. دابا الذكاء الاصطناعي كل واحد عنده في الدار الوسائل ديال التكنولوجيا، يقدر يستافد من الذكاء الاصطناعي ويطور راسو ويقدر يفهم بزاف ديال الطرق اللي تساعدو في التعليم، مثلا تعلم لغات، مثلا الرياضيات، مثلا البرمجة إلى غير ذلك. ثانيا كاين المعلمين الأذكياء، هاد المساعدين الافتراضيين كيكونوا متاحين يعني 24 ساعة على بيان 24 سور 7 جور، يعني كيكونوا متاحين كيقدروا يعاونوا الطالب يحل المشاكل ديالو، سواء كيف ما قلت الرياضيات، البرمجة ولا حتى البيولوجيا. بعض الأحيان كيكونوا بعض العمليات يعني الكيميائية بصحة التعبير أو البيولوجية بصحة التعبير كيقدروا يساعدوهم في هذا الميدان هذا. إذا ما بقاش خاصك تسنى أستاذ، هذه ميزة ولكن في حد ذاتها نوعا ما تشكل خطورة على الأستاذ. حاجة أخرى مهمة، الذكاء الاصطناعي كيحل عادة التعلم، يعني كيراقب التقدم ديال كل طالب ويقدر ينبه الأستاذ ولا الأستاذة واش كاينين شي طلاب اللي محتاجين مساعدة إضافية، وهكا المتابعة ديال الطالب ولات أحسن، يعني كنواكبوا الطالب في التقدم ديالو العلمي. خاصنا ناخذوا الحذر دائما من أي تكنولوجيا جديدة. طبيعة الحال هادشي كينطبق على الذكاء الاصطناعي، يعني خصنا ناخذوا الحذر من الذكاء الاصطناعي ونعرفوا باللي أن الذكاء الاصطناعي حتى هو فيه مخاطر، والخطر ديالو هو الاعتماد عليه بشكل كلي.
لانه غادي نولوا معتمدين عليه بزاف الادوات ديال الذكاء الصناعي حتى نساو كيفاش نحلوا المشاكل براسنا. ثانيا كاينه مساله الخصوصيه، باش يخدم الذكاء الاصطناعي مزيان خاصو يجمع بيانات شخصيه بزاف على الطلاب. شكون اللي كيتحكم في هذه البيانات؟ كيفاش كتستعمل؟ هذا الشيء كيطرح مشكل كبير. وكاين حتى المشكل ديال عدم المساواه، يعني ماشي جميع الطلاب عندهم نفس الولوج لهذه التكنولوجيا، وهذا الشيء يقدر يزيد يوسع الفجوه بين الناس اللي عندهم الامكانيات واللي ما عندهمش. كنعرفوا ان الناس في البوادي ما عندهمش الامكانيات الكافيه غيرار على الناس اللي في المدن. واخا كل شيء ولا عنده الهواتف، ولكن طريقه الاستعمال للتكنولوجيا والبحث وغير ذلك هذا الشيء ما كيتعطاش لكل شيء، يعني يقدر يشكل لنا فوارق من بعد. واش الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي مفيد؟ في الرأي الشخصي ديالي كنظن انه بزاف عنده بزاف ديال المنافع، خصوصا في التعلم الشخصي وتوسيع الوصول للتعليم. ولكن كيفما اي تكنولوجيا خصنا نكونوا حذرين، ايضا خصنا نكونوا حذرين من الذكاء الاصطناعي، لان الذكاء الاصطناعي خصو يبقى كأداة باش يحسن التعلم، ولكن ماشي يعوضه بالكامل المهارات البشرية بحال التفكير النقدي، الإبداع، وحتى التفاعلات الاجتماعية خاصهم يكونوا ضروري. في الأخير الذكاء الاصطناعي جا باش يبقى ويلعب دور كبير في التعليم العالي سواء في المغرب ولا في الدول الأخرى، ولكن حنا كطلاب أو كأساتذة ولا كمجتمع ككل خاصنا نقرروا كيفاش نستخدموه بطريقة مسؤولة. واش انت كتشوف نفس الفكرة ديالي ولا عندك شي فكرة أخرى؟ واش الذكاء الاصطناعي غادي يحسن التعليم ولا في مخاطر أكثر من المنافع؟ ما كرهش تخليوا الرأي ديالكم في الكومنتار. شكرا بزاف على المتابعة، نتلاقاو إن شاء الله بإذن الله في فيديو قادم. سلام عليكم.